مرحبا بكم مرة أخرى. في هذه الحلقة سوف نتعرف على إعدادات المدونة. بطبيعة الحال للوصول إلى الإعدادات سوف نقوم بالولوج إلى منصة بلوجر، وفي اللائحة الموجودة على اليمين سوف نقوم باختيار الإعدادات التي يوجد إلى جانبها أيقونة الترس. أول شيء لدينا هنا في الأعلى الإعدادات الأساسية وتحتها العنوان، من هنا إذا قمنا بالضغط عليه يمكننا تغييره إلى أي عنوان نريد. نحن سوف نتركه بهذا العنوان. بعد ذلك لدينا وصف المدونة، وهذا الوصف قمنا بإدخاله سابقا، يمكننا كذلك تعديله بالضغط عليه، وكحد أقصى يمكننا كتابة 500 حرف. لدينا هنا فقط 37 حرف، سوف نحتفظ به مؤقتا بهذا الشكل، أنتم يمكنكم تعديله حسب حاجتكم. هنا يمكن اختيار لغة المدونة، أنا بالنسبة لي اختار اللغة العربية. هنا يسألون إذا ما كانت مدونتنا تحتوي على محتوى للبالغين، في الحال نتركها غير مفعلة لأن مدونتها هي متاحة للجميع بالغين أو غير البالغين. هنا معرف موقع إحصاءات جوجل، بطبيعة الحال سوف تحصلون عليه بعد التسجيل في موقع جوجل أناليتيكس. يمكننا الذهاب مثلا إلى المتصفح، يكفي فقط كتابة جوجل أناليتيك، لأن هكذا أول موقع سيخرج لنا في نتائج البحث هو إذن analytics.google.com. سوف نقوم بالضغط عليه والتسجيل بشكل عادي، سوف يعطينا كود سوف نقوم بكتابته هنا بطبيعة الحال في الرمز المفضل. وللإشارة فإن جوجل أناليتيك إحصاءات جوجل تعطينا إحصائيات دقيقة عن مدونتنا من أجل تحسينها، سواء بخصوص الفئة العمرية التي تقوم بالولوج إلى هذه المدونة والجريدة الإلكترونية، وكذلك البلدان التي يأتي منها هؤلاء الزوار، والعديد العديد من المعطيات المفصلة، وكذلك حتى الأجهزة التي يقومون باستخدامها، وهذا كله من أجل أخذ فكرة وافية ودقيقة عن كل ما يتعلق بجريدتكم الإلكترونية. العموم سأترك لكم فرصة في التسجيل في هذا الموقع، ويمكنكم التواصل معي إذا وجدتم أي صعوبات، سأتسجل فيه بسيط للغاية. هنا سيسألنا إذا ما كنا نريد أن تكون هذه الجريدة الإلكترونية مدونة مرئية لمحركة البحث، بطبيعة الحال نقوم بتفعيلها، هي تكون مفعلة بشكل تلقائي، نتركها كما هي. بالنسبة لإعدادة النشر، إذا هذا هو عنوان المدونة، بالنسبة للنطاق الخاص سوف نرى لاحقا كيف سوف نربط المدونة الخاصة بنا بنطاق خاص حتى نختصر هذا العنوان لكي يبقى عنوانا قصيرا على العموم ولا نحتاج لاستخدام blogspot.com. إعادة توجيب استخدام HTTPS هذه مسألة أساسية وضرورية، يجب إذن تفعيلها إذا لم تجدوا مفعلة مسبقا، لأنها تدل على البروتوكول المؤمن بالنسبة لمحركات البحث. هنا بالنسبة للمشرفون، طبعا الحال الآن اسمي موجود هنا كمشرف على المدونة. إذا أردنا إذن بعد دعوات للمؤلفين، حيث نقوم بالضغط على دعوة المزيد من المؤلفين، إذا أردنا أن يسجل أشخاص آخرون معنا في نفس المدونة ويقومون بتدوين إلى جانبنا، خاصة إذا أردنا تشكيل فريق لتدوين ولتسيير هذه الجريدة التربوية الإلكترونية. بالنسبة لصلاحية القراءة فنتركها عام من الأحسن، ننزل إلى أسفل. هنا حددنا نحن سابقا في 8 مشاركات، يمكنكم تعديلها أيضا من هنا أو تركها كما هي، ننزل كذلك لأسفل. هنا صور أعلى المشاركات، وقد تحدثت عن ذلك سابقا، يجب أن تكون هناك صورة أعلى كل مشاركة. بالنسبة لموقع التعليقات فلنحدد على مضمن، إذا لم تجدوا مضمن تقوم بالضغط هنا ثم اختيار كلمة مضمن. هنا من يمكنه التعليق، أي شخص لديه حساب في جوجل.
بالنسبة للإشراف على التعليقات، إذا أردت الإشراف على التعليقات فقط يكفي الضغط هنا، وبعد ذلك اختيار دائما أو أحيانا أو أبدا، من الأحسن تركها أبدا. اللهم إذا خفتم أن تكون هناك تعليقات غير مناسبة، إذا هنا تقوم بالضغط على دائما لمراجعة التعليقات قبل اعتمادها. بالنسبة لهنا يمكننا كتابة رسالة نموذج التعليق، مثلا نقوم بكتابة نحن مسرورين بتواصلك معنا عزيزنا الزائر. مثلا يمكنكم كتابة أنتم أي شيء، ثم بعد ذلك الضغط على حفظ. هنا النشر باستخدام بريد إلكتروني يمكننا اعتماده أو إيقافه. هنا بريد إلكتروني إذا أردنا تنبيه تلقي تعليق يمكننا الضغط مثلا هنا لاختياره عندما تكون لدينا تعليقات. الآن ليس لدينا أي تعليقات، هذه نقوم بتغييرها. ننزل إلى أسفل، إذا هنا اختيار الوقت بطبيعة الحال نقوم بالضغط عليها. هنا نقوم نحن باختيار الوقت زائد ساعة، سوف نقوم بالنزول إلى أسفل. إذا هنا مثلا توقيت المغرب الدار البيضاء نقوم بالتأشير عليها، ثم بعد ذلك الضغط على حفظ. بالنسبة لتنسيق العنوان التاريخ والطابع الزمني والطابع الزمني للتعليق نتركها كما هي، ننزل أيضا إلى أسفل. بالنسبة لتفعيل وصف البحث ضروري أن نقوم بتفعيله، لأن هذا هو الوصف الذي سيكون أسفل كل عنوان تدوينة داخل محركات البحث. مثل هاتي مثلا إذا رجعنا إلى محرك البحث مثلا كما ترون دائما يكون هنا رابط أو عنوان التدوينة أو الموقع، وهنا وصف موجز لهذا الموقع أو التدوينة، هذين السطرين هنا بالأسفل. جميع المواقع بنفس المبدأ، إذا هنا سطرين كذلك من الوصف. ذلك من المهم تفعيل وصف البحث، ثم نتركه فارغا لأننا سوف نقوم بكتابة وصف كل تدوينة على حدة. هذه الصفحة 404 مخصصة، نتركها كما هي. هنا إذا أردنا إعادة توجيه بعض الصفحات إلى صفحات أخرى إذا قمنا بإزالتها وتمت فرصتها، هنا تفعيل محتوى ملف روبوت تكست مخصص أقوم بتفعيله، هذا أساسي وضروري بالنسبة لمحركات البحث أيضا. عندما نقوم بتفعيله سوف نقوم بالضغط على ملف روبوت تكست مخصص، ثم بعد ذلك سوف نقوم بنسخ محتوى الروبوت تكست. سوف تجدونها كذلك مرفق مع هذا الفيديو، هو هذا. سوف نقوم باختياره بالكامل، ثم كنترول سي، ثم هنا كنترول في من أجل لصقه. الذي ستفعلون أنتم هو تغيير هذا الرابط برابط مدونتكم الخاصة. إذا لدي هنا رابط خاص بي أنا، أما بالنسبة لكم سوف تضعون عوضه الرابط الخاص بكم فقط. سوف تذهبون إلى مدونتكم الخاصة ونسخ الرابط ولصقه هنا عوض هذا، ثم بعد ذلك الضغط على حفظ. بالنسبة لتفعيل علامة رؤوس مخصصة لبرمجة الروبوت، هذه أيضا أساسية سوف نقوم بتفعيلها، ثم نضغط على علامات الصفحة الرئيسية، ومن هنا سوف نقوم باختيار All، سوف نفعل All، وكذلك سنفعل No DP هاته، ثم بعد ذلك الضغط على حفظ. إذن المرجو تفعيل كما ترون هنا على الشاشة بكل عناية، لأن هذا له تأثير مباشر على وضعكم داخل الشبكة العنكبوتية. هنا في علامات برامج روبوت مخصصة سوف نقوم باختيار نو أندكس، لأننا لا نريد أرشفة صفحات الأرشيف والبحث.
وكذلك سوف نختار نو دي بي. إذن هكذا. بعد ذلك الضغط أيضا على حفظ. وأخيرا نذهب إلى علامات المشاركات والصفحات، نقوم بالضغط عليها ثم أيضا اختيار هذه المرة All و نو دي بي ثم حفظ. ننزل إلى أسفل، هنا تحقيق الربح لم نقم بتفعيله حتى الآن لأننا سنحتاج التسجيل في جوجل أدسنس. إذا الأشياء الباقية لن نحتاج إليها حاليا، هنا فقط السماح بخلصة المدونة فلنتركها كما هي كامل. بطبيعة الحال إذا أردنا إزالة المدونة وتعويضها بمدونة أخرى، إذا هذه الأشياء لن نحتاج إلى شرحها حاليا. هذا كل ما في الأمر، دمتم في رعاية الله وإلى فيديو لاحق إن شاء الله.